هاي. بدي أعيد كل المشاهدين بعيد الميلاد المجيد وأتمنى لهم موسم مبارك للكل، وخاصة بعد كل شيء مرق علينا بهالسنة. بلكي هالأعياد المباركة بتفرحنا شوي، والفرح والتسلية هني كمان هدف برنامجنا الأول. بالأعياد كل شيء بيتجدد، وخاصة قبل بداية سنة جديدة بتكتر القرارات والوعود يلي منقطعها لحالنا، ونحن وعدنا لكم أنه نكون دايماً على حسن ظنكم ونقدم لكم الأفضل. والبداية مثل ما تعودتوا مع أخبار عهواكم. عم نشوف على معظم الشاشات اللبنانية كليب بعنوان ميري كريسمس، هو من ألحان وتصوير وإخراج المخرج والموسيقي اللبناني جون كيروز، ومن غناء الممثلة والمغنية سينتيا كرم. طغت على الكليب أجواء ميلادية كلها فرح وديناميكية وحتى خارجة عن المألوف، وبنذكر أنه جون كيروز وضع موسيقى لأهم البرامج التلفزيونية من أبرزها موسيقى برنامج مايسترو يلي ما حدا بينساها. بصوت ملائكة غنت الطفلة كريستا ماريا ترانيم للميلاد ضمن ريسيتال بعنوان يا ساكن قلبي، وأدت فيه أجمل الترانيم والأغنيات الميلادية بمرافقة الفنان شربل الحلو. قدمت الريسيتال الإعلامية هلا المر يلي عودتنا على مشاركات كتيرة ورائعة منها لهالنوع من النشاطات، بالإضافة لعملها الصحفي والإعلامي. يوم الجمعة 19 ديسمبر أحيت الفنانة اللبنانية آلين لحود سهرة ميلادية بكنيسة سيدة صغرتها بشمال لبنان. غنت فيها أجمل الأغاني الميلادية، والمعروف أنه آلين وعلى خطة والدتها الفنانة الراحلة سلوى الأطريب بتخصص كل سنة بهالمناسبة نشاط أو أغنية خاصة للمناسبة. نتمنى لك يا آلين تضلك بهالنشاط. طرحت النجمة اللبنانية نيكول سابا أغنية خاصة بتستقبل فيها عيد الميلاد عبر قناتها الرسمية على اليوتيوب. الأغنية هي مدلي الميلاد بالنسخة العربية، واتمنت نيكول من خلاله أنه تكون السنة الجديدة بداية للفرح والسلام ونهاية للأحزان. وبنذكر أنه نيكول رح بتكون بلبنان لحظة ليلة راس السنة، ورح تلتقي نيكول للمرة الأولى مع جمهورها اللبناني بعد طول انتظار. ونيكول سابا رح بتشارك ببطولة مسلسل ألف ليلة وليلة بدور البطلة شهرزاد، ويلي بتدور حول أحداث المسلسل، ومن المقرر عرضه بشهر رمضان المقبل. فجود لك نيكول. الشجرة المزينة هي من أبرز وجوه العيد. في ناس بيحبوا يعيشوا الأجواء عبكير، فبيبلشوا يزينوا قبل العيد بشهر تقريبا. كيف كانوا الشجر ببيوت الفنانين؟ رح منشوف سوا شجرة الفنان عاصي الحلاني، إليسا، نانسي عجرم، نوال الزغبي، مريم فارس، وأجسار، مادلين مطر، وشجرة رامي عياش. لكل الفنانين منقول إن شاء الله تضل كل أيامكن أعياد. حفلات ميلادية صاروا ببيروت، خلينا نشوفهم سوا. 30 طفل وصلوا من فرنسا وبأصواتهم الرائعة غنوا 22 أغنية ميلادية. الحفلات كانوا ناجحين كتير، واللفتة الحلوة يلي صارت إنه بعض من مردود الحفلات كان لمؤسسة تشانس يلي بتهتم بمساعدة الأطفال المصابين بمرض السرطان. نيكولا بورت اسس لي بتي شانتور دو سان مارك بسنه 86 بليون، هن لي بتي شانتور دو سان مارك مركزهم بليون، المدرسه تبعيتهم او الاكاديميه تبعيتهم بليون. رجعوا قد ما كانوا ناجحين، طلب منهم يعملوا فيلم ليكوريست المشهور يلي كل العالم بيعرفوه، الاغاني اللي بيعرفوها. وقت انعمل فيلم ليكوريست مع لي بتي شانتور دو سان مارك انشهروا اكثر واكثر وصاروا مطلوبين على كل بلدان العالم. Alors j'ai créé ce chœur il y a bientôt 30 ans, oui effectivement. Pour donner la possibilité à des enfants d'avoir un parcours artistique parallèlement à leur vie de collégien et de pouvoir se produire à travers le monde avec des belles voix et des beaux chants. Donc c'est toute une organisation
pour des enfants qui sont très motivés et qui ont envie de faire à la fois une petite vie d'artiste et puis aussi d'écolier. Alors ça peut être pendant les vacances scolaires, mais c'est aussi parfois pendant l'année scolaire. Et dans ce cas-là, nous partons avec un professeur et ils travaillent le matin à l'hôtel, ils font leur travail scolaire. Et l'après-midi, on voyage et le soir, on donne des concerts. Donc c'est toute une organisation pour des enfants qui sont très motivés et qui ont envie de faire à la fois une petite vie d'artiste et puis aussi d'écolier. بوسط بيروت وبتاريخ 6 ديسمبر والساعة 6 كمان تم إضاءة شجرة ميلادية مزينة ضخمة كتار الناس يلي حضروا هالحدث الميلادي الحلو. تشارك بالشجرة باتشي وشركة سوليدير، والحدث كان بحضور الوصيفتين الأولى والثانية لملكة جمال لبنان. الأجواء كانت كلها فرح وعيد، وخاصة عند الأولاد يلي شاركوا بهالحدث. ملكة جمال لبنان السابقة كريستينا سوايا، بالرغم من دخولها لعالم الغناء والتمثيل بس بعدها مثابرة بمجال الأزياء والموضة، من بعد ما تعودت أنه كل سنة تشارك بمعرض جماعي على عيد الميلاد. بتعرض فيه الأزياء والإكسسوارات والأحذية اللي بتستوردهم من الخارج. السنة قررت تنفرد بمعرض فردي مع صديقة بتهتم بالشوكولا. كاميرا برنامجنا زارت المعرض، منشوف هاللقطات سوا. هالمرة هيك جيت على راسي فكرة انه اعمل شيء مهضوم برايفت، بمعنى انه ما نكون كتير كتار وشي يكون انا منظمته، بس طبعا هو مفتوح لكل الناس، يعني المعرض بابليك لكل الناس والكل مدعوين انه يجوا يشاركوا معنا. المعرض بيتضمن الاشياء اللي بهمه الستات والعيال بهالفترة، بالاخص للكادويات، يعني لحتى يهدوا هدايا معينة. ومعروف انه اكثر شيء هي الست اللي بتهتم بالهدايا، شو اكثر شيء بهمها هو طبعا الثياب، اكيد المجوهرات كمان، بس بما انه المجوهرات صعبه انه تجيبيها على معرض بدها سكيورتي واهتمام وهيك، فحبينا نعمل شيء بسيط. واصلا كانت الفكره سريعه، يعني ما كثير كمان لحقنا انه هالقد نحضر لها، بس بفتره قصيره زبطت معنا وطلعت مهضومه. عملنا كل شيء بيتعلق بالفاشن وكل شيء بيتعلق بالشوكولا، انه الست بهمها ثلاث اشياء بالحياه، الشوكليت والفاشن والدايموندز، هدول البيست فريندز تبع الصبايا والستات. فبيجوا لعنا على المعرض بيلاقوا من كل شيء بيتعلق بالفاشن هالتوتو. بتمنى انه العيد يقطع خير وبركه على الجميع، تكون اعياد مجيده. يمكن من مساوئ الانترنت انها خففت من علاقات الناس بين بعضها. بفترة الأعياد كنا ننطر البريد ليوصلنا كارد المعايدة على البيت، اليوم الكارد صار يوصل عبر الإيميل. حلو ومش حلو، ما زال عم نحكي عن عالم الإنترنت. خلينا بديت الأجواء ونشوف .com عهواكم. من الطبيعي هالأسبوع تكون فقرة .com عهواكم عم تتمحور حول الأعياد، حيث عرضت الممثلة نادين الراسي صورتها على كارد معايدة خاص بالأعياد. أما إليسا غردت على صفحتها بما معناه أنه أحلى مزيج لأجمل مزاج، كما أنه عرضت صور لإلها قدام شجرة الميلاد، وما نسيت كمان تلطش عجقة السير بهالفترة من السنة. الممثلة نادين نجيم اكتفت بنشر صورة لبنتها قدام الشجرة وتمنت عطلة سعيدة للكل. أما الفنانة نانسي عجرم فبينت قديش ناطرة العيد بفارغ الصبر من خلال العد التنازلي للعيد يلي نشرته، بالإضافة لصورة عن الطقس يلي مرافق هالفترة. لورين قديح كانت مميزة بتغريداتها وكأنها عملت جولة بلبنان. أول تغريدة كانت من الضاحية الجنوبية، الميلاد في الضاحية له طعم العيش المشترك هنا الضاحية. والتغريدة الثانية، الميلاد بالجبل له طعم العودة غريفة شوف. أما الإعلامي زافين نشر صور إله مع فريق عمله بغدا العيد بإحدى المطاعم اللبنانية. الفنانة آلين لحود كمان نشرت صور من الحفل الميلادية يلي أقامتها بصغرتها. بفترة الأعياد بتزيد عجقة السير، الكل معجوق بالشوبينج والتحضير، بس في كتار ناس بيظهروا من بيوتهم لا شوبينج ولا تحضير، إنما بيظهروا ليتمتعوا بزينة الشوارع. ولابد من إنه نذكر إنه مدينة جبال اللبنانية تفوقت على باريس بزينتها بحسب التقييم العالمي يلي صار. شو رأيكم بمشوار تتفرج فيه على أجمل الشوارع وأجمل زينة؟
Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bells swing and jingle bells ring. Snowing and blowing are bushels of fun. Now the jingle hop has begun. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bells chime and jingle bell time. Dancing and prancing in Jingle Bell Square. In the frosty air. Gliding in a one-horse sleigh. Giddy up, jingle horse, pick up your feet. A jingle around the clock. Mix and a mingle in the jingling beat. That's the jingle bell. اليوم المليانة بالألوان والزينة بعدها مكملة، بس من بعد هالبريك القصير نرجع لكم. فترة الأعياد هي فترة الفرح، في شيء غريب بيكون بالأجواء، يمكن الطاقة الإيجابية، يمكن أصوات الموسيقى اللي بنسمعها بالشوارع نحن وعم نتحضر للعيد. أسباب كثيرة، بس أكيد الموسيقى إلى الحصة الأكبر، والأغاني يلي بتعبر عن كثير من أشياء ما بنقدر نقولها بالحكي. شو هي آخر توب 10 على هواكم لسنة 2014؟ بنشوفه سوا. هالأسبوع كمان أغنية جديدة دخلت على توب 10 لتحتل المرتبة العاشرة للفنان ربيع الأسمر بعنوان شو بحبها أنا. يا طير دخلك إلا غيابك شو بحن إلا خلي بكرة الوقت إلا شو بحبها أنا شو كانت تحلف لو. من المرتبة الرابعة تراجع للمرتبة التاسعة هالأسبوع أغنية نانسي عجرم يلا. أما المرتبة الثامنة هالأسبوع فهي من نصيب ملكة المسرح الفنانة ميريام فارس دق الطبول. الدنيا حلوة والقلب يهوى يلا نغني للحب غنوة. كانت لمدة أسبوعين بالمرتبة الثامنة، وتقدمت هالأسبوع مرتبة لتصير بالسابعة أغنية جوزيف عطية أكبر منهم كلهم. إنك أكبر منهم كلهم. كل اللي يخافوا من وجودك، كل اللي تعدوا حدودك. كل تقدم أربع مرات بالأسبوع من العاشرة للسادسة أغنية النجم ربيع بارود خايف سميكي عمري. بقطع عن تمي اللقمة حتى طعميكي، وبخزن حنية أمي شالي دفيكي. بقطع عن تمي اللقمة. تقدم أغنية الفنان سليم عساف إذا فيك مرتبة وحدة هالأسبوع لتصير بالمرتبة الخامسة. إذا فيك طل علي، إذا فيك فكر في وحياتي لن شوي. أما المرتبة الرابعة فاحتلتها هالأسبوع أغنية دخلت الأسبوع الماضي على سباق الأغاني، أغنية يا قاطفي لمايا دياب بتقدم مرتبة وحدة. بعد أغنية النجم محمد عساف لوين بروح محافظة على ذات المرتبة من الأسبوع الماضي، وبعدها بالمرتبة الثالثة. لوين بروح وانت منك معي، خوفي قلبي وعيوني تعبان. من بعد ما تربعت للأسبوعين على عرش المرتبة الأولى بتتراجع هالأسبوع لتصير بالمرتبة الثانية أغنية الفنانة شيرين ومين اختار. ومين اختار يا
أما المبروك على المرتبة الأولى بتوب 10 عهواكم لهالأسبوع رح منقولها للفنان مروان الشامي وأغنية يا سعدي يلي تقدمت من الثانية لتصير بالأولى، فألف مبروك لمروان. مش شايلك ولو بس ما طايلك مش انك موت بهد بيوت ولا ما بدي غيرك أسبوعين بده يبلش النق، نصحاني كتير أكلنا بالعيد ما في شي عم بيفوت فيي من تيبي وغيرها وغيرها من النق، وكل سنة القصة ديتها وما منتعلم لأنه الأكل والجمعة حول الأكل هو جزء من الاحتفالات الحلوة بالعيد. بفقرة Let's Cook عهواكم معنا جورج طيار لنحضر سوا شي ما منشوفه إلا على عيد الميلاد. أهلا وسهلا فيك جورج. أهلا فيك. أول شي بدي لك ميري كريسمس. بنعاد عليك أنت كمان. مرسي. من وحي المناسبة أحمر وأحمر وأنا أحمر كمان هون كلنا محمرينا. شو حتحضرنا اليوم بمناسبة عيد الميلاد؟ اليوم رح نعمل البيوش دو نويل يلي هو نوع من ال فينا نعتبره جاتو بينعمل بس بفترة أعياد الميلاد. طب خلينا نبلش لنشوف. يلا. سهل تحضيره؟ يعني مش كتير صعبة بس أيه. إنه بدها شوية تركيز. أوكي. أول شيء نحن بحاجة إن لحتى نعمل العجينة. أوكي. العجينة هي عبارة عن سكر وبيض وزبدة. أوكي. نخلطهم مع بعضهم و وبدهم بالفرن تقريبا بحدود العشر دقائق لربع ساعة. بس كتير هيني. نرجع منشيلها ومنحطها بالبراد. أوكي. ومنحشيها الكريم يلي هلأ رح أقول كيف رح نعملها. كتير سريعة وأي حدا كمان فيه يعملها بالبيت. صح. طب وين اجت هالأكلة؟ هلأ تاريخيا أول بلد انشهر بهيدا النوع من الحلو هو فرنسا. وبعدين لحقته بلدان كتير ودول عربية. ودول عربية حتى. اوكي بعدين بنقطعها هيك حتت. هي الفكره منها انه يكون شكل هالقالب الحلو على شكل خشبه. وقت نقطع الخشبه بيطلع شكلها بهي الطريقه. اوكي كريم. الكريم هي الكريم اوبر. هي كريم معموله من زبده وبيض وسكر. كمان بتنخلط. هي الكريم اللي كثير بتنصح. اكيد. هلا المكونات هن زيتون ونفس الطعمه اللي بتنعمل نفس الشيء، يعني نفس المكونات بتنعمل. ايه نفس المكونات بكل البلدان بس الفرق الحشوه، يعني مثلا بفرنسا ممكن تلاقي اشخاص بيحشوها بيضيفوا لها اشياء زياده. بيضيفوا لها اشياء مثلا نوع فواكه نوع مثلا عندنا بالدول العربيه بحطوا لها مكسرات حسب تقاليد البلد وعاداته. اوكي. تقريبا مدتها كلها بتاخد قديه من الوقت؟ هلا نحن عم نعمل بس مرحله التزيين، يعني اختصرنا كرمال الوقت. اذا التحضير ومع بدها تقريبا بحدود الساعتين لثلاث ساعات. حلو هيك بهيك جو العيد تيجي الست مع الاولاد يجتمعوا ويتسلوا ويعملوها، لان كثير اصلا هيني ما بدها شيء. صح. ان شاء الله هيك هالسنه الاعياد بتكون خير وبركه على الجميع. ان شاء الله الفرح والأمان والسلام أكيد. أوكي. كتير طيبة ووسام شكله عباله يأكل مبسوط كتير. حيطلع لك شقفة يا وسام لأنك أنت أصلاً كتير ضعيف وهي بتنصح شوي بتعطيك نصاحة. هلأ من بعد ما نخلص هاي المرحلة أوكي نحن فينا نقدمه بهيدي الطريقه بس فينا كمان نزينه نضيف عليه قصص ثانيه. اوكي مثل فينا نذوب شوكولا. اوكي شوكليت. بس اكيد الشوكولا ما بينحط ديركت على النار لانه بيحترق. بنذوبه عبر تقنيه البان ماري، يعني بنحط بوكال بنحط بقلب الشوكولا بنخلي المي تغلي ليدوب الشوكولا لما يحترق. اوكي بيطلع معنا مكسر بهيدي الطريقه. غير الشوكليت شو بيحطوا؟ في ناس بحطوا بس بيرشوا سكر. لا الفانيل داخل بتكوين العجينة فقط. هيدا شيء بخليها تبين أكتر كأنه شقفة خشب. أوكي هات لنزين معك. مثل غصن الشجرة. أوكي تالا لانه عم تعمل دايت بس حيطلع لها من هيدي تالا.
صديقتك تالا كمان. هي تالا أصرت إنه بدها ما نستعمل كل الشوكولا. إيه بعرف بتاخذهم تيك أواي. أوكي. أوكي. وهيدي الزينة إذا. هول الزينة هي تساعدك يلا. أكيد شجرة الكريسماس. نحطهم. وبابا نويل ينعاد عليكم. أوكي. عن جد كتير هيني ومهضومي وأكثر شيء بينبسطوا الأولاد لما بيصيروا بيساعدوا أمهم بهالتزيين هيك ما بيعذبوا بالبيت بيزينوا الكيك صح. أوكي آخر شيء وبيبقى المكون الأخير هو التلج يلي هو سكر ناعم يعني. حلو عن جد it's so يعني easy وغير هيك إنه طيب كتير نايس أوكي هي وهيدا البوس بس هيدي هي بس هي شو بتتمنى؟ مثل ما قلت انا بتمنى على الصعيد العام انه نعيد السنه بخير وبركه وسلام وانه كل شخص بيتمنى شيء وعنده حلم يحققه بهالسنه الجديده ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله كمان بتحقق كل احلامك ثانك يو ميرسي نعاد عليك وعليك وهيدي هي البوش مثل ما ذكرنا البوش 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 اوكي وان شاء الله تكون على هواكم باي باي مشوار منه قصير انطلقت فيه مع اختها بلاين خاص فيهم بعنوان Mother and Daughter من بعد ما كانت بعالم تصاميم وصناعة الجزدين اليوم قررت تروح لأبعد والدليل قدام عيونكم لأنه أنا وياها لبسين من تصميمها أهلا وسهلا فيك بمصممة الأزياء نرمين إليليت مشوار راليا كيفك نرمين؟ أول شيء بدي أبارك لك على البروغرام Thank you. مرسي كتير عم بيحبون الناس وأنا عم تابعوا ثانك يو ميرسي لك شو هالطل الحلو اللي انا وياك اليوم منورين بالبرنامج ثانك يو خبرينا قد ايه اخذ معك وقت تصميمه شغله هذا اخذ وقت كثير قصير لانه كنا مستعجلين عليه فاخذ 5 دايز الفستانين خبرينا اكثر شو بتصممي كيف انطلقتي انا بلشت اول شيء بلاين ماد اول شيء كنت اعمل الباجز مع اختي اسمه الخرزه زرقاء هاند ميد بيدد باجز بعدين انطلقت للتياب بلشت لاين ماذر اند دوتر قلقت اعجاب كثير فانطلقت للاين اعلى اللي هي بطلتي لتعملي للدوتر اند مام بعدني عم بعمل بس صرت اكثر عم بعمل للماذرز يعني الاكبر ماذرز اوكي هلا مثل شو عم بتصممي بلشت اول شيء بتي شيرتس اللي عليهم رسمات اللي بيكونوا مطرزين وعليهم اشياء كانوا كثير مهضومين وبعدين بلشت بالسكيرتس بعدين غيرت لبوب ارت كولكشن وبلشت الكوتور قد ايه بيقلدوكي اليوم بتعرفي هلا صار في كثير مصممين اللي بيحبوا يقلدوا وسمعنا انه بيقلدوكي كمان مزبوط هالحكي يمكن قد ما بيحبوكي وبيحبوا التاتش تاعك بس كل واحد بضل عنده التاتش اللي له طب كيف الواحد بيقدر يميز شغلك وتصميمك عن غيرك بالكواليتي بالديزاين بالاشياء اللي بستعملها على التي شيرت بالخرز للحجار للكريستال هول كثير بيأثروا بكواليتي الاغراض اللي بستعملها بعد طلبات شغلك عم بيروحوا لبرا في ناس عم يطلبوا لبرا نعم بعد 13 بلد برا بلاد الخليج ويوروب وهلا عم نفتح تراند موا محل بال اي وعم بفتح تراند موا بجده نفس الشيء كمان نفس الشغل اللي عم نفس تشتغلي الكونسبت بس عم نفتح محل احنا هون عنا اتوليه هونيك عم نفتح شوب اسمه تراندومو معك شركه ولا لحالك معي شركه معك شركه نعم. نرمين خبرينا شوي عن الفاشن شو اللي عم تحضري له عم بحضر لسبرينغ سامر 2015 عم بعمل هوت كوتور كولكشن حلو وبحكي الباقي بعدين يعني ما بدك تحكي هلا شيء كله سيكريت سيكريت طب نرمين خبرينا اكثر تصاميمك من وين بتستوحيها تصاميمي بستوحيها من كل شيء بشوفه شيء انا بحبه في اشياء بستوحيها من افلام كنت احضرها انا وصغيره من مثلا هون اللي لبستيه حفي مثلا هذه المروحه من جابانيز كلتشر ديزاينات مثلا من داينستي كولكشن كان في سيريز نحضره نحن وصغار اسمه داينستي كنت من اشياء شوي فينتج اغراضي طب نرمين خبريني لما كنت عندك بالمحل كنت عم بتخبري الخياط كيف بده يشتغل لي للدريس كيف شفتك كيف عم بتصممي على الورقه عم ترسمي كيف بيعملوا بيطبعوا
الاشياء اللي على الدريسز؟ خبرينا شوي اكثر عنها. الدريس مثلا بوني اجت لعندك قالت لك انا والله عندي طلعه بشي ايفنت، عندي شي مناسبه، كيف بتحضري لها؟ بشوف شو بيلبق لها اول شيء، بتطلع شو في الايفنت شو بيزبط معه، بتطلع لها الموديل اللي بيزبط. نحن عم تسألك انت على الاشياء المطبعه، نحن بنطلع لازم دائما يكون في شيء مثل برنت على ليكون للدريس او السكيرت او وات ايفر، يكون في عليها البرنت اللي هي بترمز لترند مول، لانه نحن عرفنا برسمه تكون مطرزه ومشكوكه شوي ديفرنت عن غيرها. ف منطلع الصوره مطبعه ونبعتها بعدين تتطرس كله على الايد. يعني عن جد حتى الدريس اللي انت لابسيه كثير مميز، شغله حلو، وبدنا توقفي لحتى للمشاهدين حتى كمان يشوفوا الدريس اللي انت لابسيه. اوكي، عن جد كثير حلو، من تصميمك اكيد. تصميمي هذا فيرست دريس، هذا اول دريس بعمله، اول دريس عن جد، اول دريسين، اول دريس لك ولا لي. لا عن جد كثير حلو، حتى الايرينجز اللي لابسيه كثير حلو. الايرينجز بدي اتذكر جنرال دايموند. اوكي، لابسين الحلا. لا حلو، والرينج كمان كثير حلوين ولابقين على الدريس، ونايس كومبينيشن. ثانك يو نرمين لك، بدي اتشكرك اكيد، واتشكر وجودك معي، وبتمنى لك المزيد من الالوان والنجاح والتصاميم حبيبتي، وبتمنى لك هالبرنامج الحلو يضل ناجح مثل ما هلا ناجح. ميرسي لك. ثانك يو كثير. ميرسي. مشاهدينا رح نتوقف مع بريك وراجعين لكم. قد ما كبرنا بتضل الهدية ترسم ضحكة على وجه كل شخص بتوصل له، بنضل نحن ننهدى ومنضل نحب نفتح وراء الهدايا، وقد ما كبرنا بضل سانتا كلوز صديق الكل. شو بدكم من سانتا كلوز هدية للسنة، أو شو رأيكم السنة رح بيجيب لكم سانتا كلوز؟ بنعرف بفقرة رأيك عهوانا. بدي انه تجيبوا لي ريموت كنترول طلبت من بابا نويل، ايه حط فيها كاميرا واتلصص على الناس. ربح يا نصيب لوتو مليون، يورو مليون. انا طالب كاميون دو كوبيي، سلام للبنان والامن وراحة البال، قررت بوبي صغيره باسمان، بدي لابتوب مثلا، نعيش بسلام ونعيش بلا حرب ويرجع لبنان عن جد مثل ما كان. بدي اروح على ايطاليا ساعة معقولة، بدي بيت من بنطلون، جيتار جديد. بدنا السلام. بدي السلام، وبدي راحة البال للعالم. السلام. يا بتيني حبيبي. باربي. اتجوز. انا بحب كتير اطلع على التلفزيون. سيارة. الهاي سكول ليجو اللي نحن بنعمرهم. بدي من بابا نويل انه تعم السلام وينتهي الحرب من سوريا وكل يلي فيهم بلدان حرب. تقول لكل الناس جوايو نويل، جوايو نويل. آخر فقرة بآخر حلقة من برنامج عهواكم لسنة 2014 رح تكون أجواء من أجواء العيد مع فنان ملتزم محافظ على مستوى فني راقي وبعيد عن الابتزال، غنى لكبار الشعراء والملحنين وأيضاً لحن لنفسه. بسرني أنه استضيف بهالحلقة المميزة الفنان جابرييل عبد النور. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيك رانيا. جابرييل، إذا ما نعرف عنك نقول شو مين هو جابرييل؟ انت قبل خلينا نقول انه انت ملحن مغني وبتكتب وبتدرب الاصوات، اذا بدنا هيك نلخص جابرييل مين عندك؟ كمان موقع قمر بيروت دوت كوم، بتقدم برنامج هو كمان. موقع شامل كمان، اسم الله. وعندي برنامج على فضائية مريم كمان، برنامج ثقافي بقدمه اسبوعيا، وانا كمان متخصص بعلم النفس. حلو. واختصاص غناء اوبرالي، غناء شرقي فيما بعد، تجويد، كله بهذا الاطار يلي برايي يخدم الثقافه. هيدا الهدف، ان يكون جامع هيدول الاشياء. وانا بعتبر انه الانسان لازم يكون هلا بلوري ديسيبلينير، يعني مطلع على كل شيء وبيعرف بكل شيء. يعني هو اللي بده يغني اكيد لازم يكون ضليع بالموسيقى، لازم يكون ضليع بالشعر، بيعرف ينتقل القصائد اللي بده يغنيها او يعني اغنياته. اكيد الشيء الاقرب لي هو المغني.
أكيد. هيدا شغفي بالحياة. بس هيدوليك القصص أكيد عندي إلمام كبير فيهم. بدي أقول لك مبروك كمان على الكونسرت اللي قدمته بالأونسكو، خبرنا شوي عن هيدا الكونسرت. هيدي ليلة كانت من ليالي العمر بالفعل، وبحي التلفزيون الجديد يلي سنوياً بيرفقني بهالليلة وبتنعرض عبر شاشاته. هو تقليد سنوي بلشته من 99، يعني كنت صغير من 15 سنة، وبغني في الميلاد بتسع لغات، وبيرفقني مجموعة من الأطفال، يعني حوالي 200 ولد أوقات. هالمرة كان معي ثانوية السيدة للراهبات الأنطونيات الحزمية الجمهور، وحوالي 100 ولد كانوا. قدمت فيه ألبومي الجديد عدروب المغارة، ألبومي الميلادي، وهذا ألبومي الرابع. خبرنا شوي عنه. هالألبوم بيتضمن 18 قطعة موسيقية عالمية، الكريسماس كارلز عالميين. اخترت أنا موسيقتهم وانكتب عليهم كلمات للشاعر الراحل الياس ناصر، الشاعر والفنانة التشكيلية باسمة بطولة، الشاعرة سهام الشعشاع، والشاعرة ندى عبد النور، وكلماتي طبعا بوجه لهم كلهم تحية وبعيدهم بهالمناسبة عيد الميلاد. عم بلاحظ انه الالبوم عم بيروح شوي للمنهج الديني، برايك ما بيحد هيدا الشيء من انتشار الفنان؟ لا مش ديني يعني بمعنى لاهوتي. هلا اكيد عيد الميلاد هو اذا بدنا نفوت يعني بتفاصيله هو عيد للديانة المسيحية. بس بعرف انا انه هالعيد كتار بيعيدوه يعني وبيعني لهم هالعيد، مش بس يلي تبعين يلي هن مسيحيين يعني. ايه مش بس الدين المسيحية اكيد. فما بعتبرهم بعاد، والمواضيع يلي نحن مختارينها هي بتطال كل انسان فينا لأي مطرح انتمى، لأي جغرافيا انتمى، لأي دين انتمى. حكينا عن الموجوع، حكينا عن المتروك، حكينا عن أمل العيد، حكينا عن الطفل اللي لازم يتجدد فينا كل سنة كل مرة لما بيجي هالعيد. يعني معاني شاملة كونية بتخص كل الناس، كل حدا إنسان. قدي برأيك الفنان من وراء أعماله في يدخل فرحة بقلوب الناس؟ يعني مثل ما عم تقول هلأ أنك عم تهدي الأغاني للأطفال وفيها معاني، قدي برأيك الفنان بيقدر يأثر على الناس على قلوبهم وعلى عقولهم؟ أكيد له تأثير كتير كتير كبير. وبعرف من الليلة اللي قدمتها الميلادية الأخيرة قديش في ناس قالوا لي جابرييل نحن من خلالك عشنا فرحة العيد، عشنا أمل العيد، عشنا جو العيد بظروف يمكن عنا مخطوفين بالجيش، عنا يعني منغصين نحن بظروف، في شهداء من الجيش رايحين بظروف، كمان خسرنا رموز كبيرة مثل سعيد عقل وصباح وقبلهم كمان أسماء كبيرة. من وجه يعني تحية لروحهم لهالكبار. بظل هالظروف انه قدمنا هالاعمال مع اطفال لنقول انه نحن رغم كل الظروف يلي عم بتحيط فينا كان بالبلد او بالمنطقه، انه نحن عندنا شعله الامل تبقى مضوايه فينا. جابرييل بتقول انه ال 24 ساعه ما بيكفوك، شو السبب؟ بالفعل لانه عندي كثير قصص لاعملها. ذكرنا موقعي amarbeirut.com هو موقع شامل منوع بالطب، بالموضه، بالفن، بالثقافه، بالمعارض الى اخره. البرنامج اللي كمان اللي بقدمه هالسنه قدمت البومين، يعني انا ابتديت بالبوم جبران خليل جبران وفيما بعد البوم قمر بيروت. هالسنه تحيه للشاعر الراحل الياس ناصر، قدمت على 14 لحن عالمي من كلماته، ألبوم غنيت، وهلأ ألبوم عدروب المغارة يلي هو 18 أغنية. وبهيك عمل رانيا أنا يعني مضطر أدخل بكل التفاصيل، يعني أكيد. هي مش قصة أنه أنا بدي أجي بس غني، لأنه تدربي أطفال هيدي شغلة كتير صعبة، يعني 100 ولد أنك تضبطيهم يكونوا مدوزنين على نفس النغمة على نفس الإيقاع، وبياخدوا مني مجهود كتير كبير. في عند الأمسيات اللي بعملها بلبنان أو بالخارج، شعلة السلام يلي قدمتها أنا مجموعة من الأطفال كمان بلبنان وبالخارج وبأماكن رسمية بالبلد، بالقصر الحكومي، بوزارة الدفاع الوطني، من وسط بيروت مع اليونيفيل. أنا سفير فخري لكتيبة اليونيفيل الغنية كمان. حلو. يعني نشاطات كتيرة بهيدا الإطار،
وهذا بخليني اني عن جد مستنفر طاقاتي، وبيهمني قد ما فيني اطلع بافكار جديده اكيد خاصه بتشبهني. ما بنتمي للفن الشعبي كتير او للاغنيه عفوا التجاريه تحديدا، اللي هلا كثير اللي يمكن جوي اللي خطي اللي هو مزيج بين مطرح اوبرالي احيانا ومطرح بيشبه جونا، وبيهمني افكار تجسدها باغنيه ما كانت ما تجسدت باغنيه قبل. الله يقويك غبيان. انا وانت والمشاهدين رح نتوقف لنشوف هاللقطات وبنرجع. كل شي تمنيت وسع لي غفا بقلبك عالسكيت عالسكيت، وسع لي غفا بقلبك انا عالسكيت. من انا وطفلي قولولي كيف الشرق حديت، كنت مسمر عصاديبك يا بابا اللي جنيت. جابرييل نحن هلا فتنا قريبا رح نفوت بعد اسبوع، يعني حنفوت بسنه 2015. اذا بدنا نقول من سنه 2014 شو بتتمنى انك تاخذ معك، ول2015 شو بتتمنى انه تجيب لك؟ شو بتقول؟ 2014 كان لي نجاحات كثير كبيره، اول شيء كان لي البومين صدروا وهذا الشيء بيفرحني كثير، اللي ارز زرعت باسمي بمحافظه طرطوس تقديرا لمسيرتي الفنيه او مسيرتي السلام كمان، اللي منحوتة السلام اللي انحتت باسمي بسيمبوزيوم علي. حلو. كمان هيدا شيء كثير اسعدني. خبريه جديده كمان إلي. بالفعل قدمنا امسيه كثير كبيره بهالاطار بسيمبوزيوم علي خلال شهر اب وتقديرا منهم للمجهود اللي عم بعمله باطار شعله السلام وزرع ثقافه السلام خاصه عند هالجيل الجديد، كان فيها المنحوتة باسمي. يعني هيدول القصص هي أكتر شيء يعني مأثرتني وبحب أني أكيد أخذهم معي للـ 2015. جابرييل رح أسألك ثلاث أسئلة سريعة وبدك تجاوب بأول سؤال بسألك إياه، بس أول جواب بيخطر على بالك. جابرييل ذكرى حلوة من الـ 2014. هيدي قلتها أوريدي. طيب أكتر شيء منحوتة السلام اللي انحتت باسمي. ندم من 2014. ندم سنة 2014 ما بعتقد ولا ندم ندمت على شيء، لا ما ندمت على شيء. نصيحة للشباب لسهرة راس السنة 2015. كثير ينتبهوا بالسواقة بالهايبرة بالشرب، يعني أنا بفضل انه اللي بيكون عنده مجال هالليله ينام محل ما هو سهران بيكون احسن افضل، لانه سلامتهم بتعنينا وهيك مشاكل نبتدي فيها السنه، حوادث خاصه بتصيب شباب مثل قلب نهار، مؤلمه لالنا مؤلمه للبلد ومؤلمه لاهلهم اكيد. جابرييل بدي اشكرك واشكر وجودك معي بهالحلقه. بدي اقدم لك رانيا البومي الاخير اكيد على دروب المغاره، وان شاء الله دروبك تكون بتشبه هالدرب. ثانك يو ودروبك كمان. ثانك يو ميرسي كلك ذوق. ميرسي لك. كلمه اخيره بتحب تقولها قبل ما ننهي؟ بعيدك بعيد اسره البرنامج، بعيد المشاهدين جميعا عبر هالشاشه، شاشه الجديد اللي بحبها كثير وبتبعها على طول. ان شاء الله السنه الجديده تكون سنة خير وبركة وسلام على لبنان على سوريا على العراق على المنطقة كلها. ثانك يو لك. مشاهدينا هيدي كانت حلقتنا لليوم، وان شاء الله كانت حلقتنا على هواكم. باي باي.